دكتور دايا، حضرتك في البيان قلتم عبارة أو أشرتم إشارة ذكية جدا لوجود وفد من حماس في القاهرة تزامن مع الفترة اللي بدأت فيها العمليات العسكرية. حضرتك كنت تقصد إيه بالربط بين الحدثين؟ الحقيقة إحنا ذكرنا هذه النقطة لأنه صبيحة يوم العمليات، صبيحة يوم الجمعة، كان هناك وفد على مستوى عالي بقيادة السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ومعاه ثلاثة من كبار زعماء الحركة، ومعاهم آخرين أتوا من خارج مصر، أتوا لكي يزوروا القاهرة. وأظن أن احنا أشرنا أنه إذا كانت هذه العملية كما يشير الإخوان وأمثالهم خارج البلاد أن هدفها هو إخلاء سيناء من أجل توطين الفلسطينيين فيها، فقدمنا أحد بديلين، إما أن حماس تعرف أو أنها لا تعرف. إذا كانت تعرف إذن حماس أيضا تقبل هذا التوطين المزعوم، وهو طبعا أمر يعني يستحيل قبوله لا على حماس ولا على مصر. وأيضا سقنا في نفس الفقرة رأي الطرف الفلسطيني الآخر، صح، وهو سلطة رام الله، نعم، الرئيس محمود عباس والمتحدثين باسمه الذين نفوا هذا عدة مرات. وبالتالي ذكرنا هذه النقطة عشان يعني إذا كان من يعني لا يعلمون أن وفد حماس موجود في القاهرة وهو يعلم، وبالتالي هو عبر بريا عبر أثناء هذه العمليات ويعلم عنها ويتعاون مع القاهرة معها، ربما هذا ما أضيفه الآن. طب دكتور، طيب دكتور ضياء، أنا بس أنا كلام حضرتك واضح جدا، بس أنا عايز أقول في الإعادة إفادة، حضرتك بتقول لا مصر قبلة إنه يحصل توطين للفلسطينيين في سيناء، ولا فتح قبلة، ولا حماس قبلة، ومع ذلك لا يزال الإخوان وبعض يعني اكسسواراتهم الإعلامية بتنشر في كل حتة إن إحنا بنفضي سيناء عشان نحط فيها الفلسطينيين. يا صديقي العزيز، أنا أريد يعني أن أذهب بك إلى أبعد الآن. الخصومة واللدد فيها والفجر في الخصومة بين الإخوان وبين مصر وبين تحديدا القوات المسلحة المصرية جعل قنواتهم تتداول منذ أكثر من أسبوع الآن أن صاحب هذا المشروع المزعوم للتوطين، تخيل من؟ الرئيس جمال عبد الله. يعيدون مشروع، نعم، يعيدون مشروع التوطين إلى مقولات إسرائيلية كان بعض عتاة أو غلاة اليمين الإسرائيلي يتبنونها عام 56، إلى أنها مشروع سري تبناها الرئيس جمال عبد الناصر والجيش المصري في مختلف العهود وصولا إلى العهد الحالي. وبالتالي فهذا المشروع هو مشروع للجيش المصري، الذين الآن وصلوا في أوصافهم يا دكتور معتز، وأنا أتابع قناتهم بدقة، ليس هناك حديث الآن عن قيادة الجيش أو عن رئيس القائد على القوات المسلحة، هو حديث عن هذا الجيش. أنا أتمنى منك، أتمنى ومن الأستاذة لبنى، أن تذيعوا بعض الفقرات من هذه القنوات التي يسب فيها الجيش كمؤسسة ويهان فيها كمؤسسة، ويذهب في الافتراء عليه والكذب بشأنه إلى حد القول بأن الجيش المصري الذي ضحى يعني ضحى 4 حروب كبرى في سيناء هو الذي يريد أن يوطن الفلسطينيين فيها. وأنا بسأل، هل هناك غير بعض من أهالي سيناء الذين دفعوا بالقطع ثمن الاحتلال ودماء الاحتلال في 56 و67؟ هل من آخرين حاربوا هناك غير الجيش المصري؟ هل من دافع عن الأمن القومي المصري وقال هذه عهود كان ميليشيات تابعة لهذا التنظيم الإخواني أو ذاك؟ وبالتالي تأكيد عدم يعني أو كذب هذا التوطين المزعوم ليس فقط على لسان مصر، لكن أيضا على لسان طرفي الوضع الفلسطيني حماس وأيضا فتح.